من منا لا يحلم بالعيش في مكان كتلك الأماكن التي كنا نرسمها ونتخيلها في صغرنا؟ بيت فخم تحيطه الأشجار والثمار، وأمامه بحيرة جميلة، وفي منطقة قريبة من المدينة، فكيف حين يكون المكان أجمل مما تخيلته في صغرك، وبجانب مدينة من أهم وأجمل مدن العالم إسطنبول؟ مشروع دوشلار فاديسي، أي وادي الأحلام، هو من أكبر مشاريع الفلل والقصور السكنية في ريف إسطنبول، ويقع في منطقة بيكوز بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول الحالمة. وتأتي بيكوز في مقدمة المناطق التي تتمتع بحضور اقتصادي باهر، حيث أنها منطقة غنية بالمشاريع التنموية والحيوية، كما أنها عامل جذب سياحي قوي بسبب وجود الغابات والمعالم السياحية العديدة. أهم ما يميز المشروع قدرتك على اختيار تفاصيل الفيلا الخاصة بك من الديكورات والتشطيبات النهائية ليكون مكان سكنك كما تتخيل بدقة، حيث تتنوع أنماط الفيلات والقصور في المشروع بين 2+1 حتى 5+1، وهناك أيضا 4.5+1، 4+2، و 5+2 بمساحات مختلفة تلبي رغباتكم. كما يتمتع المشروع بمزايا وخدمات متعددة: فسحة للشواء، ألعاب مائية، مشفى داخل المشروع، إطلالة خلابة على الغابة والبحر الأسود، ناد رياضي، ساونا وجاكوزي، والعديد من الخدمات الرائعة بانتظاركم. المشروع مناسب للحصول على الجنسية التركية، فماذا تنتظر؟ هذه الأرض ستشعرك أنها منحتك حياة جديدة لم تكتشفها من قبل. مع تركواز العقارية، بيت أحلامك أصبح حقيقة.